أنا هي هي الصراحه اللي شجعتني وسبق لي يعني فتحت قناه، ولكن ما حطيت فيها حتى شي حاجه. دونك بقيت متردده، وكانوا عندي شي ظروف معينه من بينهم يعني القرايه ديالي، كنت كنكمل الماستر ديالي، دونك ما كانش بامكاني انني نوفق ما بين القرايه والخدمه والتربيه ديال الابن ديالي. دونك خليت هذاك الشيء حتى جا في وقته. انا اللي بززت عليها قلت لهم نوضي دابا اليوتيوب نوضت كاع منك من ولاد الشعب. دابا اليوتيوب ديما كنقولها في هذا، كنقول لهم نوضوا ديروا اليوتيوب مزيان، انسان يديب علاش لا يجرب كل شيء. لا كنعترف بها يعني لولا الاخت ديالي بطبيعه الحال ما كنتش غنبان، لان تبارك الله ما شاء الله كاينين قنوات لي في المستوى وخدموا على القنوات ديالهم يعني سنوات، والحمد لله يعني كما كنقولوا الارزاق بيد الله. يعني مازال مسكينه يلا لا مازال ما كاين حتى شي حاجه. لا تفعلت لاشين مي مازال ما كاين والو. مازال راه الناس اللي يعني في اليوتيوب راه غيعرفوا بلي هادشي راه كيتعطل، وكاينين دي زيتاب كدوزي منهم عاد كت هما نو تقول لك اش غادي نقول لكم. لحد الان يعني ما عنديش يعني واحد التصور للقناه يعني من هنا لغدا، ولكن الحمد لله يعني كنحاول ما امكن نخدم على المحتوى، يعني ندير شويه ديال علوم التربيه، واخا صراحه ما كاينش واحد التفاعل فاش كندير مواضيع تربويه. وديري فلوغات خرجي نخدم يعني قناه متنوعه، وان شاء الله كاين الجديد في القناه ان شاء الله. كيفاش راه بعيد صاحبتي ومجوج علي الله يطول ليه في عمره الله يخليه لينا. كنتواصلوا معاه وكل شيء الله اش غادي نقول لكم، يعني هو غير في مدينه اخرى وحنايا في مدينه اخرى، هادشي اللي كاين. بعيد على اليوتيوب، هو بعيد على اليوتيوب ما ندخلوش في اليوتيوب. انا الشهره مازال ما كاين لا شهره لا والو، مي غاده الشهره على قد الحال. لا الحمد لله الناس من قبل كانوا كيعرفوني، كانوا كيربطوا يعني ما بين الشباب بيني وبينها، لدرجه انني مشيت عند واحد الطبيبه دونتيست ولقيتها متبعه الاخت ديالي، يعني شافت الشباب وهذا وسلمات عليا، ولكن مازال ما وصلتش لديك الشهره. يعني كيعرفوها اختي، اون فوا كيشوفوها معايا كيعرفوها راها اختي. يلا نخليوكم مع فيديو جاي. ما تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.